السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم خير ونور وسرور. صباحكم بوي صباح واحد ابوي صباح الله خير. تحروني يا ابوكم الله بالمستعان. رقت من وقت البارحة جيت من العين ابوي ما اسكت طعام مدوخ ما في عيني قطرة عن ابوه. ما شاء الله تبارك الرحمن البحر خويط الدنيا مخويط. السرحة من ابوظبي حب سرحة بعد مرواح ومجيل في دبي. وصلت الشارجة حط وشل ولفت الدنيا كلها. تغديت في الشارجة وتعشيت في دبي وسريت بعدني ليل عين وضويت ابوظبي. يعني البارحة يعني أبدعت تبارك الرحمن. ما شاء الله علي. نعم الجولة البحر كانت مكوكية لكن جد خطف علي جولة أشد عنها. كنا في العين بايتين ويانا مدعين عرس في الصحار. يوم وصلنا العرس أنا مجموعة ويانا حياة سعيد الشناحي على الله يغفر له الله يرحمه الشناحي. المراد من هالبريمي شناحي سعيد بني شامس المراد يعله الجنة. وصلنا العرس لقطنا الدنيا صخة لا إله إلا الله شو مستوي. ترى يا رد ثم توفيه ومكنسلين هالعرس ما خبرونا. هاك الأيام تليفونات بشنطة عندنا عندي صالون مرسيدس حمر الأوليات. المراد عب هذا موضوع لا والله ما بحب الأوليات من الزينات. هاك الأيام جديد من المكالمة أخذنا هب أنا ما أخذنا ما أخوذ اللي حياة أبوي على الجنة. نعم بقول لكم مكدتي الشرب خيب لا والله حياة أبوي ما أخذنا جد عزرت عليهم ماي وخذ لي إياه الله يرحمه بثنين. أقول لكم وصلنا أقول لكم عرسه لأن حرمة متوفي عنده في ريجهم ومتكنسل العرس ولا عندنا خبر شو بنسوي. عندنا أربعتنا طالعين كشتة عين خت. وصلنا عين خت ولأن الوضع ما يسمح إنك تجلس عندهم. الناس متعاينة بعضها ما بعض عباس على دباس يا ربي ما يتشاهدوا هاي أبوك ما ينعنى لهم حتى يا هيسال. الجماعة من عندهم بظبي ودرناها بمخيمهم قلنا أبوي بنسير وين الزبارة بنسير عن جماعة في الزبارة بيتهم. ناس وايدين ما صدقاني حلي يسمعوني يعرفون شو أطري يوم قلت الزبارة. ونضوي بوي لين الزبارة وحده هنتي ها كل في يوم واحد أتذكر كان يوم الخميس. وصلنا الزبارة يمكن الساعة 11 ونصف الليل ولنا ليت الشبج والشبج عود والشبج ليت اللي تاته مظلمة ماشي لبوابة الناطور. يوم وصلنا عند الناطور قال أبوي أرباب سايرين بيت الضبعية. يا ربي بيت الضبعية ونحن وصلنا الزبارة شو بنسوي. وشدنا الناس تفتح لنا الباب قال لا ممنوع تدخلون إلا كان أرباب روحه يسوي تليفون. يا هي مصيبة وضبابة نازلة. وشدنا أبوي الله يعزر علينا نتبعهم لين الضبعية. وصلنا الطبيعية قالوا أبوي لا نحن ولا موعي الأرباب. الأرباب أبوي راقد الساعة 10 وما حد يروم يوعي الأرباب ولا حد يروم يشيل عنكم الحطبة اللي عند البوابة بتاني خان بمربعة واجف عند الباب. وشهد إن بتنا خاري الشبج لنصبح الصبح ويانا حياة ضاحي رميثي يسمونه الأول من ربع من جماعتهم ظاهر ميثي وعلي واحد يسمون حياة علول فاية يا له الجنة توفى من مدة الله يغفر له. ظاهر ظني حي سألتهم ساعات عنه قالوا حي ظاهر ميثي وعلول فاية توفى من كم من يوم. قال إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وأنا أبو عبيد الحين بصير أخبر أبو حميد. وصار أبو قال لهم يتريون جماعة من قالوا ليش ما دخلوهم ولا هم عاد يدرون هاي قوانين ما حد يقدر يدخل حد قبل ذكر عن فتنة عن الفتنة على الناطور لابد ولا عذر. وشهد إن يا أبوك هاي أكبر مغامرة بحياتي استوت. وشهد إنها مغامرة من العين
لين صحار، ومن صحار لين عين خت، ومن عين خت لين الزبارة، ومن الزبارة لين الضبعية. شوف انت يعني مسافة ما شيء يطول عنها. سبحانك يا رب. لا وبشير صباحكم خير ونور وسرور، صباحكم بركة ورد منثور، صباحكم الصباحي والورد والميلاحي، صباحكم صباحين، صباح النرجس وصباح ضي العين، صباح الورد وصباح كل شيء زين. أنا صباحي اليوم رقم واحد والآلهة بشير مرضت من البارحة. استغفر الله العظيم. هي والله والله يا ابوكم يوم الواحد متكهرب في البيت لأنه ما يعرف شرقه من غربه، لكن الحمد لله رب العالمين. البحر منيت قط العشب زهب والأمور طيبة ورمحسنا وسولفنا والحمد لله طاحت الحية ولا شيء في الخاطر. أمبونا هالقرقعة على نص ساعة ربع ساعة، ومن النوادر تحصل هالقرقعة أنا عندي، من سابع المستحيلات تستوي أنا قرقعة عندي، يمكن في 20 سنة 15 سنة مرة لو مرتين أو ثلاث، من النوادر ما تدستوت. وسبحان الله وصدفت أمس وتكهرب الوضع والحالة لله، لكن الحمد لله رب العالمين. رديت ولقطت الدنيا أبوي ما كأنه خطف شيء من هالأمر أبدا، على ما قالوا قرقع عن صيف، سحابة صيف مرت واختبت 5 دقائق نص ساعة قرقع قرقع قيح 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 والمقالة خلية. والأمور طيبة وكل شيء زين وكل شيء حسن وكل شيء فنان، وجرت ردت المياه إلى مجاريها. قم عاد اليوم توزوا سيروا عاد الشعيبي، لا حول قوة. شو بنسوي؟ ما نبغى شيء ودر شيء. هي نعم نبغى شيء ودر، وهذا الطال السلك العرب كلها من استوت الدنيا الأول يوم نحن صغار. دواركا هاو ار يو؟ What, show me the breakfast there. What do you have? يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على محل زايد، يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن. كلوز وباجله محل زايد وباجله. يلا عاد انقفضي يا انتي. يلا ما زين الخبز يا ابوكم يا يدخن حار الخبز، شو ما زين. اللهم لك الحمد. يلا يا رب تحفظها من نعمه. What did you done with your hair? I cut. You cut? Yes. You, this is man cut? Yes. لحول. هذا البراتة تو خاد من حفيظة. البراتة إذا ييك في نص القرص يتفلفل. شوف هالنمون هذا تعرف إنه براتة. هذا البراتة ها اللي يوم تشله من الصحن ولن كبره ياك. تحرح دوب بلاليطي غدي. هذا البراتة الأصلي من تشل القرصة ياك يربع يتفتت بكبره. فهمت قاي؟ هذا البراتة، براتة الصدق اللي ماشي شرات براتة. أوه ما زين عليه حار، منو بيضعف؟ والله ما حد يضعف. شل بالله عليك شل عني يا رب. يا هي حالة منو يروم يضعف كل يوم كل يوم هالمغريات. اللهم لك الحمد. انتوا الحين وادروا عنكم ابوي البراته وادروا عنكم غير البراته. هذا ابوي العرس، النداء ما قبل الاخير، النداء ما قبل الاخير. يتشرف عبد الله بن سلطان الظاهري وعلي بن هامل آل غيث القبيسي بدعوتكم للحضور لاستقبال المغام بمناسبه زفاف محمد بن عبد الله سلطان الظاهري على كريمه بن هامل آل غيث القبيسي، وذلك يوم الاثنين الموافق 4/3 اليوم 4/3 ترى اليوم الاثنين 4/3 عقب صلاة العصر نادي ضباط القوات المسلحة أبو ظبي دامت دياركم عامرة بالأفراح. يا ويله ما بي، يا ويله يا ظلام ليل. الحاضر يعلم الغايب، واللي ما وصله الكرت هذوه مني أنا حوجه له الدعوة. الساير والياي، الحاضر يعلم الغايب، واللي ما سمع يسمع الأصلي
والراقد يوعونه ويعطونه كرت ابوي القبيسات والظواهر، واللي مشغول بدر شغله، واللي مسافر يرد، واللي ابوي مبصاح ان شاء الله ان الله يعافيه ويحضر. ضروري على كل حال ابوي حضور العرس، اليوم عرس القبيسات ويا الظواهر، نادي الضباط العصر، نادي الضباط العصر، لا تقولون ما حد قالكم، ضروري وعلى كل حال. هاي العرب ابوي واصلون العرب، مفروض انكم كلكم تون، كلكم الواصل يواصلونه العرب، واللي يصير ويا عليهم لازم يقدرون منه ويون، هاي كلهم كل منهم الجميع، ما كد استوى عرس اللي هم موجودين. بارك الله فيكم، الله يبارك لهم، يطرح ان شاء الله البركه فيما رزقهم ويرزقهم الذريه الصالحه ويطرح فيها البركه، امين يا رب العالمين، ويطرح البركه ان شاء الله ويطول بعمر حمده بنت خليفه، حمده بنت خليفه على الله يحفظها الغالي يده العروس. ها يا ربي يا ربي يا هالحرم الكرم والطيب والاخلاق وصغاره النفس والمواييب والعلم والخبر. وعلى فكره الطباخ اللمسي اللي جاي الحيران من بيتهم، هم اللي يطبخون في بيوتهم ابوي، هاي من البيوت اللي كانت وما زالت يطبخون مواييبهم كلها في البيوت، بالاخص كان 10 15 حوار 100 ذبيح يطبخون، لكن ما زاد عن ذلك ما اعتقد، يعني حيد من يوم الحنيه هذا لين 10 حيران يطبخونهم في البيت، أربع خمس جذور هريسي خدما، 70 100 تراث راس غنم بخروفين 13 20، هاي خدمة في بيوتهم الأوليين، في البيوت الكبار عادة أطري لكم منهن بيت حياة هامل بغيت الجنة ونعيمها. اللي انت يا يدة العروس مخلفته حمده الله يحفظها، حمده بنت خليفة مخلفة حياة هامل، وهذا اليوم عرس حفيدته، حفيدة حمده، فحمده صديجه ويا العرب كلها، فبركات الجت يشرب الثيد، ضروري الكل منكم يحضر الدعوة للرجال، لكان ابوي لازم هاي عروق اللي ما فيه خير ابوي اليته واليده ويداته وعماته ما فيه خير للمه وابوه، يلا بارك الله فيكم وكلهم النعم من طرف اللب ومن طرف اللم، وام المعرس الله يحفظها رفيعة بالتهلال بن دريد قبيسي، سيدة أعمال من سيدات الأعمال الأول الله يحفظها ويبارك فيها، والمعرس الله يبارك فيه وأبوه وبهله وإخوانه وصدقانهم ورفقانهم وكلهم الكل منهم والجميع، ما خص حد دون عن الثاني، لكن حد حد تغني له موال، حد تغني له كلمتين يلا برايكم عادة الله يحفظك. يا مرحبا يا مرحبا، اصبر اصبر خليك الدريول، خليك كم مرة قال لك لا لا كلام الله ما يتكلم، تعرف شي يعني يقول تتكلم بالتليفون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بتجلس مكاني وبتجلس هني مكان شوي هنا اول كذا بكيش هذا كيف شو يبين صلاح بعد لازم توخي صلاح كذ مورنينج تو صلاح شو جايبين عاشر ايه الله لا قطعنا وصلت يا بنت احمد شو حبيبي عطى فردة تسحه وصب لي فنجان قهوه يا سلام يا سلام يا سلام هذا خلاف ها خلاف بنخبركم عنه شو القصة شو السالفة شو العلم شو الخبر هذا أمور أمر تو ناتق بعد ظاهر ناتق 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 خلط خلط أخبار عندي خدامة شو تريد بيت أنا قر كل يوم قر كل يوم بيض بيدود بطنك شيء ثاني خلي يسوي الابتكار جديد سرز قل لي حفيظ بسرعة زين صلاح وين سرت وين جيت اليوم بس بتقول مخلف كل شيء هناك لا 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 ما يشوف انت وين برا يقولك انت برا ما شفت ما يشوف انا برا متاكد ما كل شيء هناك لا ابدا لا لا قهوه بس قهوه تركش تركش كوفي ايه؟ شو كل شو شربت صلاح كركش لا قول تركش كوفي بس كوفي لا تركش كركش زين ترى صراحة ابوي شرب تركي شرب شو تسوي؟
منو؟ منو ترسل لي سلام؟ خالد خالد شارجة. كلمت اليوم؟ الحين دقيقة أقول سلم بعد إيه. هذا حب اليديد حب شديد هذا. ما شاء الله عليك الصراحة. Good morning to. ها شو بيعبين حق صلاح؟ شو هذا صلاح؟ كيف يعني ما تعرف؟ شو انت؟ سمسمة أنا. شكرا شكرا. اليوم ما صورت عمري صلاح، ما صورت عمري أنا اليوم. شو رأيك؟ ما ظهرنا لهم اليوم اللون هذا. شو نسيت شو اللون هذا؟ شو لك؟ ليش حطيته بمحسن؟ صلاح. لا محسن بعتبله سندويتش. انت بشاره صلاح حتى في اكله ما سدت يبيع الحرارات هناك ما سد انك. انا عايز من ده صلاح بتعطيه؟ لا بسم الله. لا بسم الله. ناشبنا نشبه صلاح براي يارس عندك وخليه نش عنك. صلاح خلي يارس وخليه نش. اي نش لي قول مشغول هو ايش فاضي. صلاح منو روغك شوي شوي يا ربي يا صلاح. الله بركاته. منو صلاح هذا شله؟ خالد. حالك صلاح؟ في فرنسا باريس مليش هذا ها يوم بتي هناك صلاح يوم بصير عند خابي يوديكني الكوفي هذا زين. تقولين زين زين. تشوفون هنا كلهن هاي بنوديهم بيت العين إن شاء الله إذا الله أراد. كلهن هاي أول وحدة العودة. كيف الحال؟ الحمد لله. Good morning. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا شو التريون؟ بس انت هني مدير انت؟ هذا بابا شجر الحين يركب فوق. يلا يلا يلا. هذا ما بمشكلة. يلا زندك يمشي عليه التيس ويتلفت. شوف حبيت العيد هاي. ها ما يبمع. ما هنجليل. هاي شفته. شو ترنك مالها ما شاء الله. هاي سرها. هاي اللي بيزرعها يزرع اللي يديني هالمستوى ما تدفنهم فوق لان هذا اجمل جمالها في ترنك مالها هذا هالنور. شباش يلا يلا عاشو 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 قوم خنخون عاشو قوم خنخون سو نوم شوية. أيون 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 أيوة. أربعة شلوا اليمل. هاي المنهتر أنت. هاي الفاتش أنت. شليك 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 تحقق قابض هني. ليش قابض هني يعني؟ ليش يمسك منك؟ بتمسك امسك تحت ما بيجي منك أنت يا الملوك. بتقبض قبض تحت تحت هناك الوزن. أيوة 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 عاشو يلا الحين كم بتحطيك؟ عاشو شباب عاشو شباب عاشو شباب عاشو 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 فوق 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 ياركم الله. هاي ما شاء الله ما شاء الله. وياات من دبي وصلن ابو ظبي وحين ابوي بيسير لين العين. السر في هالنوع من الاشجار نسيت والله اسمهن من عند البيرق الله يسلمه بلادهن الرئيسيه سقطرة سقطرة وتغدي الوحدة كبر البيت. أهم شيء ما فيهن هذا ترنك مالهن هاللي تشوفونه. ولازم ما ينعطن ماء وايد يعني في الأسبوع 10 أيام قلاص واحد. وكل من عطشيته كل من زاد الورد مالها وهذا موسم الورد مالها التزهير. شفتوا ما شاء الله. وهي أكبر وحدة فيهن كترنك هذا أضخم حجم فيهن كلهن. هذه ها ترنكا جميل شكلهم ان شاء الله هبين نحطها في نص الحب في بيت العين ان شاء الله. ايوه جدي لي يا ام الجدايل جدي لي جدي لي. اي ها فوق 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 والخيبه ها قوه العفاريت والله فيهم. هاي والله
أكبر ترنك فيهن هذا ترنك العود، أجمل ترنك هذا من تقى حمد، حمد البيرق. بس الله يبارك فيك يا حمد البيرق. نعم هذا الرجال القيواني، شوف ترنك ما شاء الله ما شاء الله، تحرى عجفة حياة مكية، حياة مكية هنمون عجفة عليك الجنة يا مكية. أسد بلا خميس دبي حبيبي صلاح أسد عنده موعد يوم تاريخ 7 بيسوون وياه مقابلة في السفارة، ابها عطوه الفيزا وبها ما عطوه الفيزا. انزي انت الحين شو تريد؟ انا ما عنده مرطة. اذا ما لما ما ظهرت فيزا أسد انا بسير بك امريكا حبيبي. انت هي شو مشكلة؟ ماشي مشكلة، أنا بوديك، شو المشكلة يعني؟ طيران الاتحاد وفاتح ثمه صبح ومساء ويفاتح ويل العرب كلها، واللي يبيب ويبيصير أمريكا لا تفتيش ولا همك الله ولا هم يحزنون. ماشي حبيبي، من مطار أبوظبي يطير أمريكا بمطار أمريكا ما يقولون لك كم الخبر، من الطيارة سيد للتكسي، ماشي لا تفتيش لا جوازات ولا شيات. مطار أبوظبي عندهم أبوي منطقة عبارة كأنك في مطار أمريكا. ذيك شيء هي ويا مو كوفي، كوفي هذا العوق الكوفي انت حبيبي. ليه بابي شو شو كوفي طيب شاي ان شاء الله حبيبي، شاي وكوفي في المطار. ايه سمعتوا يا طيران الاتحاد زهبوا حق صلاح شاي وكوفي ان شاء الله. منو ابويا بمبي ما يعطونه فيزا، بمبي ما بيعطونه فيزا تحق الامارات. يلا يلا خلصنا الموضوع. شو حبيبي؟ يلا شي شو؟ جواز. جواز بلا؟ وي نسيت؟ انا ما نسيت شو؟ هذا هذا فيزا؟ انت عندك فيزا حبيبي؟ بس تعال ما خبرناكم شو اليوم بيستوي، شو الموضوع؟ الموضوع الحين تسمعون الحس ال بتسالون شو هذا الحين انتم؟ نحب نخبركم عن الآدر كله، صبروا علي. أمريكا؟ وين يعني؟ يقول لك يقول لك تعب عليك الطريق ما يحتاج تصير أمريكا. أنا أقول حماس حمام. يقول لك ماشي يا حمام. مش مشكلة حمام. أبوي شال أبوي. عامل زيت أنا. صلاح ليه ما تودوا وياك أمريكا صلاح؟ بنقول ما يودون ميانين أمريكا. ليه مش هيودون؟ مني وين واحد هنا أنا. منو بيصير يمشيك هناك شرق وغرب؟ أنا أنا عارف ده أمريكا صاحبتي. ده ما بعيد. شو محسن؟ أمريكا صاحبتي. ربيعته أمريكا صراحة. إيه. عندنا هناك. اللي أطري لكم أقول لكم هاك اليوم اللي ظهر بالليسن نجحني في الليسن مهدي اسمه. أنا البحر قلت هادي. اسمه. باحة باحة. مهدي مهدي اسمه. إيه شفته إيه. منو ترمس صلاح؟ منو ترمس؟ خالد. شو بلاك وياه؟ يقول لك شاف المسج، شاف المسج. ايه زين قل بوديه هني. بيوديك هناك صلاح. صلاح. ان شاء الله. ان شاء الله. ايه ايه. ان شاء الله حي ان شاء الله. خلاص انت الحين كله بالشارجة. باريس. باي باي. والله وانا بدال ما اقول مهدي قلت هادي. ايه مهدي مهدي بن عم هادي. المراد اقول كم وياتني من المسجات يقولون حي وبخير وسهاله ما شاء الله. عيل كم عمره؟ هاك الايام عمره فوق الخمسين في السبعينات، وحي من السبعينات لين الحين كم 30 40 صكبوي 90 كله بركات الليسن اللي اظهرت لي اياه. لو ما اظهرت لي الليسن كان يجي حال مقصه وتذكره. الحمد لله انك قطعت لي الليسن هاك اليوم، ولا رب العالمين ما استغفر الله ما بيخليك باجي لنا الحين. هي نعم ولا بيخطف عليك لخطف على العرب، لكن الحمد لله رب العالمين انك تسوي قطع قصيت لي الليسن، ولا كان قطعت تذكره بسنين انت. هذا كان فعل معروف، هذا يسوي خير ومعروف العرب. وين؟ وين؟ تذكره خلي يعطون الويز الاول صلاح. يقول لك هي يقول لك ان ما طلعت فيزا كنت انا بسير به امريكا. خليني لازم صلاح صلاح وين بسير الحين انت؟ زي الله الله يحفظكم شكرا يلا مع السلامه. شو ياسين يسوون؟
هذا ابوي الحين لازم من عقب السهيلي وعقب الطباب وعقب الاخبار يجب شيء حتمي اسبن الورقه. شفتوا الشيره الحين من وين تتنسخ؟ الورقه الشيره تتنسخ من الورقه. ورقتها دام عليها الغبار هذا. شوفوا الحين الغبار، شو الغبار هذا؟ هذا الغبار من السهيلية، من السهيلي والغبار اللمسية. لازم هذا أصل الشيارة، هاي ورقتها، هاي من بعد ما تمتها. فمدام عليها الغبار كأنك كاتم أنفاسها، كاتم أنفاسها. شو بيستوي؟ ما ترم تتنسخ، ما ترم تتنسخ، بتسكر وبتموت فقيرة. بتتنص ما ترم تتنسخ بتسكر وبتموت. فلازم الغسيل بمضخة مثل ما تشوفون، فرشر قوي يغسل ورق كل الشير، على الأقل في الشهرين أو شهر، كل شهر أو ثلاثة أسابيع مرة ولا مرتين ضروري. اليوم اللي بينرش الشير بالماء بينغسل هالنمونة، خلاص ما عليه سقاي تحت، ما يبري لأن تستمد ماها من الورق هاك اليوم. فحين أنت اللي بتغسل الشير لازم تركز على راعي اللي يسقي الزرع، تقول البيدار اللي عندك أو المزارع أو المهندس أيا كان، ضروري يغسل الزراعة من عقب السهيلي. في حال يسهيلي ويت الهويات ويت الغبرات، ضروري أن غسيل الزراعة حتمي عقبها بيوم ولا بيومين. ما تشوف طاح الهواء على طول تغسل هالنمونة، تغسل زين ما زين، وايد ضروري على كل حال. لا تقول ما حد قالكم، وايد ضروري على كل حال. هذا شيء لا بد ولا عذر منه، شيء يعني وايد ضروري، غسيل الزراعة وايد ضروري. أنزمتها عقب السهيلي عقب الغبار، إلا إذا يا مطر فما تحتاج. ها تسمع الأول يقول يعلي المهبي هوني ويجي عقبه مطر ويطيح وين تكوني ويخضر عش بالبر. هالنمونة هذا يا طرود، لازم انك انت تغسل الزراعة زين ما زين عقب السهيلي مباشرة. وفي حال ما شيء سهيلي، ما شيء سهيلي ولا يغبار، يجب غسال الزراعة لازم على الأقل في الشهر مرة ولا مرتين، مرة ولا مرتين أو مرة كل شهرين. المهم ما ينغفل عن الزرع، ضروري على كل حال، على كل حال تغسل الزراعة مثل ما تشوفون. ما عليه بيستوي شوية خسر، بيستوي شوية تعب من داخل من قلب. اي عشان بيه سر داخل الزراعة، تعال يا بتكسر المشموم، كسرت الدنيا. يا الله يا الله يا الله يا الله، حسنة يتبعها أذى. شو ياك يا بشامبي؟ شو ياك تخمكرت يا أبوي؟ شو ياك تخمكرت يا بابا؟ شو ياك تخمكرت؟ هي من داخل دخل كامل. هاي لازم شامبي غسيل، هذا لازم 5-6 ساعة ما يستوي خلاص. هي وايد ضروري وشيرة هو ما تتغسل عندنا الزراعة، باري يرش بس رش المبيد أو رش السم أو رش الفيتامين، لكن رش غسيل ما تتغسل. أول مرة هو كان يشتغل في غير الأول في نخل، وهذا الشيء وايد ضروري على كل حال. عقب السهيلي هذا لا بد ولا عذر منه، الحاضر يعلم الغاي، واللي ياه الخبر يخبر أبوي هل بالمزارع حب نخيل، ضروري على كل حال. تقول ما حد قالكم، وايد ضروري. جود مورنينج، صباح الخير. يا سعد حظي، ايش حالك؟ لا تنسون ابوي عرس ابوي اليوم، عرس القبيسات والظواهر. بتقولون ما حد قال لكم، ضروري الحضور. علومك لا خلينا من هالوي يا فدي كبدك، الله لا يخلينا منك حبيبي. الحين ما عرفتك، سولفت وياك بدون ما اعرفك. انت ما تتذكر؟ ها ايه، تلاقينا في العرس وقلت لك انا منو. انت ولد بن شيبان؟ اي نعم. والله والنعم، والله رد السلام لا خليت منك، يعلني ما ذوب حزنك. اقولكم انا مخبركم، قايل لكم وين بسير، ومخبركم عن مكان انا ساير اخذ. ومن العادات والتقاليد من المتعارف عليه ان راعي البيت يوم بيزعل حد بنته ولا امه بتحط في خاطرها، ولا حد جاي من عمره، ولا جاي الوالده من الحي ولا شيات، غاوي الهديه وغاوية واللي أغوى عنها الرضوة. يوم حد بيزعل عليك، بالأخص إذا أم عيالك، لازم ترضيها، والرضوة تكون شيء يرزى ويستاهل. وأنا قايل لكم اليوم بسير، قايل لكم بسير عند شعيبي، وصلت وعرضة واللي هست كله، وتنقيت هذا وعاد قلت برويكم إياه. هذا بندر حصيره مرتعشة
وقف بها. ها شوف كم حجمها، ذراع ونص. كم وزن فيها؟ هاي وزنها تقريبي، تقريبي 752 يعني تقريبا كيلو. المرتعش روحها كيلو. هذه شوفوا هاي بندر، اللي تذكرونها الاول بندر حصيره وبندر حصيره، لكن بدون احجار. بندر حصيره تكون ذهب ريج بدون احجار، هاي فيها احجار روبي وزمرد وقماش من الصغار، يعني هاي اللي تشوفونه سفتن قاوي. ولازم يشتشونه في النصيفة عسب شو عسب يوم بتمشي الحرمة ولا شيء ما تتفرق، لازم سفتها وحدة. هذه بندر حصيره، وهاي حيول اثنين اهلها وشغابها وخاتمها. هاي المري، هاي المرتعشة، مرتعشة بندر حصيره. وهذه الله يحافظكم مرية مشناف بعد نفس الشيء. وقفها بالله عليك، هاي المرية مشناف بعد من الميديل الجديد. الميديلات الأولية، الميديلات الأولية ما تكون، ما تكون بأحجار، ما يكون فيها لا روبي ولا زمرد ولا قماش، تكون بس ذهب ريج. ونحن اخترنا بوي هاي الرضوة المرية بشغابها ودنياها، حيل وسوارة وخاتم وشغاب. هي نعم. وهذاك يلا بس ودرهم بيسووا لنا سعر ممتاز، وإن شاء الله أننا بناخذها رضوة حق أم محمد. والسبب النقمة والوقعة والصدع والديانة. ها شوفوهن، هب حد يتناقم يا حرم تحين هالكم من يوم. أها يا ساتلكم على الصراط المستقيم. شكرا جزيلا. فكرة هذه الأجانب أو المسمى الجديد يسمونه سوارة، يعني إخوانا بلاد الشام، لكن نحن نسميها سبتة. سبتة واللي حد منهم يسمون ملتفت، يعني والدنيا مطرجة. كم بخبركم أما مرية مشناف. أوهوهوهو توجه في الماشي شارع حمدان، وأيام شارع حمدان. واللي ما يعرف شارع حمدان ما يعرف كثير هالدار ولا لخص فيك. شارع حمدان ويا مقضينا مضينا فيها الشارع، وسرنا ويينا وسنتر حمدان والشوارع اللي من شرق ومن غرب. وهالمكان الفنان هذا عاد حين المبنى، يعلى الله يحفظكم، مبنى دو. مبنى شو دو؟ وليش هذا المبنى دون عن المباني الأخرى؟ شو يميزه وليش غالي عند هلب الشركة؟ شو سبب ان المبنى هذا غالي، الفرع هذا بالذات شو سبب تميز الفرع هذا وليش غالي الفرع هذا بالأخص عند الناس اللي حضروا الافتتاح؟ وشو سبب مكانته الغالية عند الناس؟ شو السر، شو سر معزة الناس لهالمبنى والفرع هذا بالذات اللي في شارع حمدان، اللي في شارع حمدان بين 600,000 قوس، اللي في شارع حمدان مبنى دو. المبنى هذا، هل هذا الفرع الرئيسي ليش غالي عند الناس كلها؟ وشو السبب؟ شيء يزيد غلا ويزيد قدر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ يا مرحبا بك. هلا. كيف انت؟ الحمد لله. شحالك؟ شو اخبارك؟ انا رقم واحد. الحين تعرف العرب انت منو؟ انا اسمي راشد محمد من الفرع الرئيسي في دو. اشتغل في الفرع الرئيسي في قسم العلاقات الحكومية. والله والنعم فيك. نعم حالك يا مرحبا. ونحن وين موجودين حاليا؟ احنا موجودين في فرع شارع الشيخ حمدان في امارة ابو ظبي. شو سبب الناس وايد تحب هالفرع؟ وشو سبب، شو سر اهتمام الكل فيه؟ وليش هالحجم الكبير لهالشركة الكبيرة الفنانة؟ شو السبب؟ أول شيء هالفرع يعتبر أعز فرع لشركتنا في الإمارات كلها. مزيد. لأن أول شيء في العاصمة الحبيبة أبوظبي. نعم. ثاني شيء تم افتتاحه بأن الشيخ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في 2010 في سبتمبر. واللي يميز الموقع هذا، اللي يميز الموقع هذا أنهم اختاروا موقع لشركة دو يكون قريب من كل الشوارع في نص أبوظبي. أبوظبي شوف مثلا عندك هذا في المبنى اسمه سنتر حمدان، سنتر حمدان يعني نص شارع حمدان. حطوا دو مقابل او بينها وبين سنتر حمدان ما يقارب 100 متر. فلذلك تلقط هذا الاختيار، الموقع هذا ما يمن فراغ، لان في عين الماء نص البلاد
كل شيء قربك، الوزارات، بغيت البحر، بغيت البر، بغيت كل شيء يخطر في بالك، مجمع الوزارات، الدوائر الحكومية، المناطق السكنية، كلها قريبة من مركز دو، مركز هذا اللي في شارع حمدان. فلذلك أختير في شارع حمدان في عين الماء. خلاصة الموضوع، ليش أنا جاي ومتعني لدو؟ شو سبب ييتي؟ شو سبب الزيارة؟ ليش أنا موجود في هالمكان؟ شو سبب عنوتي كلها؟ أنا جاي الله يحفظكم أخبركم عن شيء اسمه باور، باقة اسمها باور، تفاصيلها وعلومها وأخبارها وشو علمها وشو خبرها، من وين جت وتنتت، الأمور كلها بخبركم بها الحين بالتفسير الممل مع ولدنا العزيز راشد. ليش انت مخيل الحين؟ لا مو مخيل عادي اكيد؟ زين راشد شو يعني كلمة باور؟ باقة باور شو؟ اول شيء هاي باقة اول مرة في الامارات، ما اسمع عنها ولا مرة سويت في الامارات. نعم باقة عبارة عن باقتين، اول باقة هي 200 جي بي ب 200 درهم بس شهريا، ما تدفع زيادة ولا اقل، 200 درهم 200 جي بي. والباقة الثانية ابو محمد عبارة عن باقة بيانات غير محدودة، تستخدم قد ما تبغى 24 ساعه، الليمت 200 500 جي بي ما شاء الله. هي وهذه بتكون الله يسلمك 500 درهم شهريا. نعم اللي ضارين ابو يلتحون من يصبحون لين يمسون، والله الداتا وقفت والداتا وقفت، وهالكثر ألف ندفع وهالكثر ألف ندفع، اليوم الداتا ما الداتا ابويا يابت الحل دو الى عقر داركم، 200 جيجا 200 جيجا ب 200 درهم، وشيء بعد انلمت لا محدود، انترنت بلا حدود ب 500 درهم، ولا في الكون صارت اكبر باقه عرض انترنت في الكون، هذه هي ايتنكم لين عقر داركم. هبتيلسون الا غالي وغالي، ما بغالي 200 ربي 200 درهم 200 درهم 200 جيجا، الجيجا بربي يا بلاش، لو بعك ابوك ماخذ النخي، النخي الفنيال بخمس، وهاي الجيجا بربية، النخي الفنيال بخمس دراهم، وهاي الجيجا كاملة بدرهم. يينا خذنا 200 جيجا، الباقة 200 جيجا من دو اللي هي 200 درهم، ما بالله عطوك 200 جيجا وقبضتهم 200 درهم ودبرت، لا يعطونك ابوي فوق هذا يا 700 دقيقة محلي داخل البلاد تتكلم مكالمات، او 350 دقيقة حر، عاد انت وين بغيت تتصل دولي اتصل بيديك وريولك لين 350، هذا كله بكم؟ 350 دقيقة، دا خارج البلاد 350 دقيقة، داخل البلاد 700 دقيقة، هدربان ريج زايد 200 جيجا، هذا كله بكم؟ 200 درهم. بحياتكم سمعتوا هالنمونة؟ مسوين ابوي شفتوا بيعل الصب خلص، وهذا كله لفترة وجيزة، فترة معينة، اللي ما لحق يلحق. مع باقة ال 200 درهم شيء نتفليكس وشيء امازون. شاملة باقة ال 200 درهم. انت من وحيدة؟ ناصر المزروعي وسلطان بعد. انت سلطان؟ نعم سلطان. زين والله مرحبا بسلطان، سلطان البوشي. نعم والله والنعم فيك. نعم بحالك. انت ابويا ناصر مزروعي. انزين ليش شي هالنمونه؟ ها بعين شر يعني الله يحفظك حبيب. كيف انت؟ الله يبارك فيك. شو عندكم؟ ليش جايين؟ والله جايين اخذ تليفونات. تليفونات؟ اي نعم. يبيعون تليفونات ترى؟ مو بواحد، ها 10. ها هي سمعت عن الخدمه اللي تشترك و وتدي ما ادري شو كل شهر ولا شو هاي؟ هي مع التليفون هذا. ها شو بلاه؟ هذا تشترك عندهم اعتقد تشترك في خدمه، بعد شو بتكلم عنها. حلو ان شاء الله. شو الباقه الثانيه؟ شيء باقه ثانيه انلمت. انلمت يعني هايك ما ب 200 جيجا؟ هاي لك روح امهات 200 جيجا يعبر الدهر وهن ما يعبرن. شيء بعد اسوى عنها واشد وادعس اللي هي ألمت مفتوح اللي عندك الانترنت، ان شاء الله تجلس تنزل فيديوهات انت وفريجك وصدقانك وخطارك وضيوفك وما حاش حوشك وبني عمك
والخاطر والساير والياي ينزلون فيديوهات ما تعبر هذه لأنها شو أنلمت مفتوحة بيديك وريولك استعمل الانترنت. شو بعد هاي كم سعرها؟ سعرها 500 درهم. سعرها 500 درهم هذا اشتراكها. شو فوق 500 درهم بعد؟ شو فوق الانلمت جيجا؟ شيء 750 دقيقة تتكلم دولي مكالمات. 750 دقيقة تتكلم دولي محلي. 1500 دقيقة ترمس. لا تخلي الصاحب ولا الصديق لا زيد لا عبيد لا عوير لا زوير لا عندك لا إليك لا فلان لا علان. ترمس ويا العرب كلهم. 1500 دقيقة هذا كله بكم؟ 500 درهم. يوم أقولكم شيء مستوي بوي في الدار. شيء مستوي شيء مستوي. العرض المميز ها شيء باقتين، باقة أم 200 درهم وباقة أم 500 درهم. شو الشيء الإضافي اللي عندكم فوقهن؟ فوق الباقات تحصل اشتراك نتفليكس لمدة 6 شهور، وفوق النتفليكس تحصل برايم فيديو لمدة 3 شهور، وفوق هذا كله عندنا انترتينر. شو الانترتينر؟ بس أنا شو الانترتينر؟ الانترتينر الله يسلمك تطبيق بيكون تنزله على تليفون الآيفون والسامسونج أي تليفون ذكي. من خلاله تقدر تشتري اي شيء من محلات معينه في الامارات، وعندك فنادق وعندك مطاعم عليها قسيمه شراء، تشتري واحد وتحصل على الثاني مجانا. وهذا اصلا السعر 590 درهم بس نحن نعطيك اياه مجانا ويا الباقه. هذا هي الانترتينر والنتفليكس وهذا كله يحسب عليه تقريبا 1000 درهم بس تحصل مجانا ويا هالباقه. اي انسان ياخذ وحده من هالباقه هي يقدر هاي الخدمه يحصلها بلاش. نعم يعني يشتري شيء يحصل الثاني بلاش. هي الفنان واحد. شو الفرق بين الباقتين امهات عقد واللي بلي عقد؟ شو اللي يفرق؟ الفرق بسيط بالسعر. من ناحيه السعر الباقه ال 200 درهم تدفع 25 درهم زياده بس تكون الباقه بدون عقد تقدر تكنسلها اي وقت. وبالنسبه الفرق ان اللي فيها العقد تقدر تكنسلها في اي وقت. من ناحيه السعر انزين هاي 25 درهم، والثانيه اللي ب 500 تدفع عليها 100 زياده وتقدر تكنسلها اي وقت. بس من ناحيه المزايا تفرق. مثلا اللي بدون عقد ما تحصل فيها نتفليكس وامازون وانترتينر. اللي بعقد تحصل وياها المزايا كلها. زين شيء الله يحفظكم. انت اخذت حين بطاقه ام شو ام 200 جي بي. انت ما تصرف ال 200 جي بي هاي الكاملات، عندك زياده تقدر تاخذ توأم. التوأم للبطاقه الثانيه تخلي عند منه؟ تخلي عند العيال. تخلي عند العيال تعطيه صاحب تعطيه صديق. يقدرون الاثنين يستغلون ال 200 جيجا في حال انك شفت عمرك زياده عليك. على فكره مستحيل حد يروم يخلص 200 جيجا يعني مستحيل ولا في الخيال. وفاء انا عندي شركه بطاقه من شركه اخرى واريد التحق اغير شركتي من الشركه اللي انا فيها الى دو. شو تسوون؟ شو المطلوب مني؟ بس اي رقم على شركه ثانيه تخلص اجراءاتك معاهم. نعم. بعدين بنحول لك اياه على اي باقه. نفس الرقم. نفس الرقم ما بيتغير. اللي عندي انا من الشركه الثانيه اي عندكم اقول لكم اريد اغير الى دو واريد اشترك في الباقه الفلانيه بنفس الرقم. نفس الرقم ما يتغير. ما يتغير. بنحول لك اياه على دو على طول. ولا؟ شكرا. كيف اشترك في الباقه وانا خارج المكتب؟ الباقه اللي هي يا ام 200 ولا ام 500؟ في طريقتين، تقدر تزور اي فرع من فروعنا اللي في الامارات كلها، او تدخل الموقع عندنا www.do.ae/power وبنوصل لك البطاقه خلال 24 ساعه. انزين، وفي حال انا مشترك عندي بطاقه دو. انا عندي. بس تزور اي فرع من فروعنا وبنشغلك اياها ان شاء الله. كيف بفعل؟ انا عندي لكن مش مشترك في الخدمه. ابغي اشترك في الخدمه. تزور فرعنا وتطلب التفعيل وبنفعلك اياه. الحال يا جماعه المفروض ما دبرتوا الله يعافيك طول لي عمرك سلمك يا مرحبا المفروض ما دبرتوا ان شاء الله.
يا مرحبا يا محمد، يا مرحبا، باركون الله يبارك فيك يا مرحبا. لا 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 الله يسلمك، ايش حالك؟ الله يحفظك، كيف انت؟ تعال بابا، يلا صورة ثانية، تفضل بابا. شباب راح تصور، تصور في عرسك ان شاء الله. ان شاء الله شوي بس. كيف الحال؟ كيف الحال؟ زين مرة أتري الداعي. داعي محمد لطلبة أمريكا. نعم. محمد بن علي بن هامل. نعم. لطلبة إمارات أمريكا والأكتيفيتيز مالهم وتغطية الأحداث اللي عندهم والشباب وجوه. ما يهمك. مرة عند وجهك. الله يحفظك. يبارك لكم إن شاء الله. عليكم السلام. يا رب عليك يا مرحبا عليك يا مرحبا. يا مرحبا راعي شاهين وراعي قناة. Thank you.
يا سلام، سلم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي وعوده ظاهر ابوي من براطم المدخن يطرون هذا الوصف. ايوه هي قبيسات ابوي، ها ما حد يروم عليهم من استوى ابوي مميزين. لا بس علي تعطيك يعني مفعول كامل بعد هنتين ثلاث خمس. لا بس عاد علي. ايه بسم الله هذا شغل سويسرا. آمين آمين، الله يبارك لهم إن شاء الله. ترتيب رقم واحد الاجتماع عنصر الظواهر عنصر القبيسات. شو خليت الناس كلها خير وبركة، الناس كلها خير وبركة. يا غير عاد إذا اجتمع عنصر الظواهر وعنصر القبيسات أبويها نقطع الأولي والتالي، الناس كلها خير وبركة ترتيب رقم واحد من القهوة من المدخل من الفواية كله بقياس بترتيب، مش بفوضى، ما في شيء محطوط بفوضى، كل شيء مرتب وجميل ومنسق. هل بالمدخل روحهم، هل بالقهوة روحهم، هل بالميوات والفواكه روحهم، كل شيء مرتب ومعدل ورقم واحد. ما شيء مال هوي هوي ولا شيء مال بطرة ولا شيء مال تبذير، كله مرتب بالسلك والدل والعدال الأولي والمرتب، كله منسق. المكان في منتهى الروعة، ترتيبهم فوق عن الزين زين، كان شيء فوق عن الزين يسمونه زين فهو ترتيبهم. ترتيبهم ما شاء الله تبارك الرحمن يفوق الخير. الشيخ راشد الحمدان بن محمد الله يحفظه خال الشيوخ. غنوم الهاملي بن سبران القبيسي بن هامل القبيسي، ما شاء الله ما شاء الله الجماعة كلها موجودة. Thank you.
بيتك خبر على المقناص. عرس في قمة الترتيب. شو الاستقبال موي؟ شو الاستقبال؟ هاي يوم أقول لك كبار كبار ولا هونو؟ عبارة العين ابوي كلها وصلت. العين بكبرها موجودة. ابو ظبي كذا الامثال. شيخ محمد بن بطيء الحامد الله يحفظه. شيخ محمد بن بطيء ابو سيف والله مليون مرحبا. شيخ سيف بن محمد والله مليون مرحبا ابو يوها. مليون مرحبا. حيب الصديق، حيب صديق الطفولة. Thank you.
مرحبا ابو احمد، مرحبا ابو احمد، مرحبا مرحبا. والله مليون مرحبا ابو يوهر. محمد شايف يا اخي، شايف انت الاخي، والله مليون مليون ولا يسد ابو يوهر. محمد ودرت الشيوخ اصور كثير والله. لا 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 شو اسوي عاد انت تسجنني. حبيبي لاف يو حبيبي تو والله مليون مرحبا. ناصر بن احمد بن خليفة السويدي الله يحفظه يبارك فيه. نعم قدم له دعوة ان نحضر ابوي عنده في المزرعة ويروينا زراعته ونحن قبلناها الدعوة. خبرت الجماعة عن الدعوة في المزرعة. مرحبا بك، حالك الله يسلمك، كيف انت؟ الله يسلمك. مرحبا بالدكتور. شكرك الله يحفظك. كيف انت لا خليت منك؟ خيرك بخير. انت ريت سيارة استراليا يا سيدي. الساعة المباركة هالمرة بسورياك زيارة. زين انا خلصت منها. ما شيء مشكلة. بس اخوتك دائما واحد يشتريها. لا خلينا منك. الله خلينا منك. يا مرحبا محمد. مفروض صورة. ما في سكر وشغل سيدي هالنمونة أخيار واللي يبي يسوي كابتشر اللي بيشوف أخوه الحرم اللي بيشوف رجلها واللي بيشوف يدها ولا خالها الله يحفظك. يا ربي سعيد سعيد يا ربي يا سعيد متى أديبك مالي الله يسلمك سعيد الحبروش والله مليون النعم. الله خليل الله يطول عمرك صديق غالي الله يسلمك يطول عمرك صديق على الله الله يسلمك. شيخ حامد من زايد الله يحفظه يطول عمره. دوك سمعت الصالة اليوم غير عن كل صالة غير عن كل صالة. الصالة اليوم أكبر حجم في الصالات عشان بشي العرب ضايعة. العرب ضايع من كثر من كبر الحجم صالة لأن الصالة من أكبر الأحجام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. يا طلة الخيل لصايد يا طلة الدلة ومهباشها هيا إمارات يا خيط الصبح يا مسابق الغباشة هيا إمارات أشواقنا وأشواقنا جياشة هيا إمارات مثل الطفل لما مثل وليف لما وبيدة تخيط لها التشتاشة هيا إمارات بيدنا بنيك وبيدنا تغصك على الرشاشة.
عرب أبوي بالي تنساق من الساعة 3:30، والصالة من كثر ما هي كبيرة العرب كلها ضايعة، العرب كلها ضايعة فيها، العرب كلها ضايعة من كثر ما حجم الصالة كبير. الله محمد بن خالد المهيان الله يحفظه طول بعمره، والله مليون مرحبا مليون مرحبا مليون مرحبا بالشيخ ود الشيخ، والله مليون مرحبا. نحن عوايد شيوخنا من يجي الشيخ يازم يمينه بيمين المعرس وهله، والله مليون مرحبا مليون مرحبا. محمد ثاني مرتب بن ثاني رميتي عتيج الفلاح الأمين الآن الهلال الأحمر. مرحبا بالدكتور مرحبا بالدكتور مرحبا بالدكتور الفرق بن حمودة ظاهري. وماي اليوم مرحبا اليوم مرحبا الله يسلمك. ما شاء الله ما شاء الله ما حد تم من عيال قباس، عيال قباس ابوي كلهم جايين من شيخ من شيخهم هذا شيخ شيخ بني قباس شيخ محمد بن بطي الحامد شيخ محمد بن بطي وسيف هذا سيف شيخ سيف محمد بن بطي هذا أي بقول عقيد القوم هذا أبوي عقيد القوم هذا عقيد القبيسات هو كبيرهم وهو الكل في الكل في القبيسات الله يحفظه يطول بعمره. ما شاء الله ما شاء الله يا العرب يا العرب يا العرب مرحبا تحيد العام نفس هالوقت شفت كيف عرسك دنيا سبحان الله الحين الولد الله يبارك فيه احبابك انا جارك كلهم سلموا عليك وانت عليك وعليهم السلام بركة من ساعة شوف الله يبارك في حياتك الغالي الله يطول عمرك. ما حد تم في الدنيا العودة ما حد تم في الدنيا العودة ما ياهم تبارك الرحمن لأنهم واصلين العرب كلها كلها العرب توصلها. أحمدي
مزاويد. قلت عاد لك نيم انا شو اسوي عاد نسيت اللي سب الصدقي. بنوراما عبارة هل اني قال بنوراما ولا بنورا واحد منهم. تشوفون شو الصالة هاي مكبرها ها صالة بلاد الحين لي من تشلين في العرس يمكن أميات إذا مش آلاف فهم أميات لكن ضايعين الصالة من الكبار أكبر. أول مرة أشوف الفندق نادي الضباط يفتحون الصالة هالكبيرة ما قدها شيء شرق وشيء غرب مترامية الأطراف. يوم يقول لك صالة مترامية الأطراف يطلون هذه الصالة. كله تبع الصالة هذه ها شوف كله تبع الصالة ها وانت ساير ها 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 حد شرق حد غرب حد ها قاعد يصور يا ريال خف علينا يا ريال. حالك الله يسلم كيف انت موجود انا ما بسير لعقب ما اصلي المغرب. ايوه حالك الله يسلم كيف انت مرحبا داخل ها بالعرب تنساك هذا الحين عند المدخل الرئيسي من خاري عند المدخل الرئيسي وين السيائر شوف ما شاء الله ها تبارك الرحمن. صبر عنه يا صاحب الهوى وما ينصبر عنه ما ينصبر عنه اللي صاحب في الهوى ما ينصبر عنه معلوم ابوي صاحب اللي في الهوى ينصبر عنه. Thank you.
هلا 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 والله مليون مرحبا مليون مرحبا ابو قباس محمد والله مليون مرحبا مرحبا الله يسلمك بارك فيك ابو محمد الله يبارك فيك ويسلمك وهي الساعه المباركه اللي تلاقينا وياك فيها تكبرك يا البركه ودائما ايامك افراح ان شاء الله ايامكم كلكم ان شاء الله انت وابوي دم ولحم واهل الله يسلمك وهاي ابوي عراسكم كلها الله يطول عمرك كلها خير وبركه شرفتنا اليوم شرفتنا ما قصرت الله يسلمك خليها لكم هو لا بس هو يمثلنا كلنا هو القائد هو القائد هو نوخذه هو نوخذه هو الرياده انت البركه عاد انت ما عن غناله خليك انت عاد هو ما دحين يمدح ابو محمد الحين احنا ما اعرف محمد ابو محمد الحرمه تتحداني وتقول لي قل له خلي يصورني اذا يقدر هذا اصورك الحين فيديو بعد فيديو فيديو علق لي شوي عليه فيديو ابوي بخت عينك ماخذها الوجه الصبوح انت اي تحدي اي تحدي اشكرك بالناموس على شو اقول فايز عندنا على شو على كل هالزين على شو عيل لا بزير عيل شو هذا بتري 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 جيد بتري جيد بعد اشكر بنك الله يحفظكم ان شاء الله امس كنا نرمس في شوي هاي لايف كله لايف اي كله لايف نرمس انا منو كنا النشوة اي النشوة شو تقرب لك يدك يدك نشوة انت ودعتي اوه بارك يت نشوة اليوم قول اول والله ما عرفتك انا السلام الله يطول في عمرك الله يطول شو الموقع اللي تقهوى فيه نشوة الاول وين حدبه حدبه نشوة حدبه نشوة حدبه نشوة عند مقطرة عند مقطرة هاي بلينا اتذكر 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 يا رجال طبعا على اسمها مسمينها هي هي ادري به ادري هاي القصة اللي خبرتكم عنها من كم من يوم هذا الرجال ظل عليه هذا انت اكثر واحد يبو ظبي تعرفه انا على الاول نحن الاول يوم صار له اسم لا ما نبى الاولي نبى الجديد لا الجديد ابو خالد ابو خالد بس لا اله الا الله كلنا نعرف الاول في الحين ما نقوله يا ربي هاي روحها مصيبه جديد لا سمعت من موقف اللوح هذا موقف اللوح يسوي لنا مشكله هذا الرجال عشان خاطر اخوه هذا على ديسك واحد على سبحان الله على ديسك شوف شوف الوادم شوف العرب شوف العرب شوف العرب ها شوف شوف الوادم ها لا اله الا الله يا اخي امم هاي اول مره اشوف الصالات هالكبار تنفتح كم عرس حضرت بعرس ما شفت فتحوا الصاله العوده هاي المثل شبكوهن كلهن تشوفوهن على بعض شيخ نهيان الله يحفظه
مرحبا بالكمبني، مرحبا بالكمبني العود، انا الله مليون مرحبا بالكمبني. سبحان الله سبحان الله، تخيل منو طرع على بالي، لا إله إلا الله، يا الله يا رب أنك تغفر له ترحمه. حياة عبد الله المسعود، مكان فاضي مكان خالي، نعم نعم أن مكان خالي. بحميد بحميد عليه الجنة ونعيمها، يا الله يا رب أنك تغفر له، يا الله يا رب أنك تغفر له، يا الله يا رب أنك تغفر له وتبارك إن شاء الله العرسان يا رب العالمين. كان فاضي، لا إله إلا الله، ما كان يفوته عرس، ما كان يفوته تفوته أي مناسبة. هي يلا الله يحفظك يا شيخ، وافد خير. أنا أرسل أسوي لك زوم صورة مرة من قريب بعد. ها شو التحرى أنت؟ تم بواحد عادي. نعم. يلا يلا إذا أحمد إذا نسيت الحمش أصلي به. طيب. الله ينعم فيك. طيب. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليك. يلا حي يلا حي. حالك؟ هذا ولد مطوع صالح. الله يحفظك. ولد مطوع صالح. أول طيب. إمام الأول عنده في مدينة زايد. مطوعنا وشيخنا. مليتكم. ومليت. هو مليت وهو مطوع ويقرأ على الوادم. والحمد لله يعلها الجنة. الله يحفظك. يعلها الجنة يا رب العالمين. إن شاء الله. الله يحفظك. يا مرحبا يا مرحبا. مرحبا ابو شقر، مرحبا ابو شقر، مرحبا ابو شقر، مرحبا ابو شقر. عرفه هذا؟ يا الله يوم هذا ما اعرفه، الصبح اسوي زوم ما كنت تعرفه. يا الله ابو حسين. عرفه؟ اي ما شاء الله. الشيخ هزاع من سلطان بن زايد الله يحفظه يطول بعمره.
مرحبا استاذ، مرحبا مرحبا. لا ابن محمد الريال ابن الله عليك. الريال خليفة بن قريش قبيسي. الريال خليفة بن قريش قبيسي. والله قبيسية لا تقلع تقص خشمك. لا ما دوم عليها. ما روم عدس. لا ما اقدر. ما اقدر. عني يروح اليوم نفس المحل. ما فيك ابوي على بندر حصيروه. لا ما اقدر. ب 166 الف. محمد 166. ما نقدر. يا ويلك. كفي وكفي. مالت مليونير عاد شو الفايدة؟ عندي سيف وسيفي في اليبل الله حار منه، البيز ما تهون عليه. تروع يسلم على حد عند صبوعه من عقب ما يسلم عليهم. تروع ان حد مطبع من صبوعه. والله مليون مرحبا ابو محمد. وين ابو عمان قبل ما يبدا العصر بساعة؟ اي والله انتين ونص. وين ابو عبد الله؟ ها؟ عبد الله. ايش؟ والله مليون مرحبا، مليون مرحبا. ريحة الطيبين لا خلينا منك. شوف بالله عليك الواحد يوم يجي تحسبه خرسان من صالونه، لكن هذا طالع الزعفران. يا الله وين جلبه طالع جلبه. شوف حتى من الزعفران. ايه راحوا هل الزعفران هل الياس. ايه راحوا الحمد لله علينا. ما حد راحوا هني الكرمه. ايه يلا 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 غرامه عاده. لا اله الا الله ما يدرون الا الاموات. لا اله الا الله. يا الله يا المعبود الدين حاله يا صاحب الهمه والعزم والحيل تحفظ عريب الجد عمه وخاله سلام يا راس الرجال الحلاحين يا الحر الاشقر يا سعد من عناله وسلام اطيب من شوف المباهيل لك يا خالد كف الكرم والشكاله شرواك يزهى يفتخر باسم الدين ولا في مدح بعض اللوادم جهاله ابن سلطان بن زايد لا شحرد يطرف الكيل تبرز يا شيخ كما حد يظل بظلاله من طيب راسك جيت تشرف اهل العرس والمقابيل يا عل عمرك عمر ابوك يطول طول الزمان. والله تشريف ومتواضع خالد تراها من راسك كلمات سيدي هذه مرتجله كل ما حد جاء من الاصلاح حاكم الله يحفظكم ويبارك فيكم نعطيها الابيات لكن طولنا معك شوي يستاهل. شوف العوده ظاهر مباراه من الدخان يطرون هذا بالحدث شفت بالله عليك وش اي حط لك رام هذا ما يقايسون ابوي بالبندوقه تول كله تول متقهو رقم واحد ادري منو اللي عدال الشيخ خالد بن سلطان هذا المعرس منو يشبه يشبه سلطان بهلال بن دري ايوه خاله خاله اي سار على ابوي خواله اي ما ما سار ما ما هي الرو خواله ما سار على حد من عمومته ابدا سلطان بن دري سبحان الله سلطان بهلال بن دري ما صبحني يا سلطان يسال عنك هذا هذا محمد بن هلال محمد بن سلطان وين هذا محمد بن هلال سلطان سلطان مسلم عليه وهذا خالها خال سلطان ومحمد بن هلال ايش اسمه زين خليفه بن سيف بن درويش يا مرحبا بن احمد مرحبا. الكتبي يا مرحبا الحمد لله كيف انت محمد شيخ حالك هذا ولد اكبر كم بني في الدنيا الاولى سيف هاي يقول كسارات سيف بن درويش سيف بن درويش كسارات ابوه اكبر كسارات في الدنيا العوده يوم ما حد سوى كسارات كسارات ابوه لكن يا ابوك لو تدور ذنب من ذنوبه ما حصلت نعم هذا خلص خلص انت الفيديو هذا ما
بن سالم سلام عليك. ايش حالك؟ كيف انت؟ ايش حالك؟ الله يسلمك. علي بن سالم الهادوم القبيسي. علي بن سالم الشيخ بعد. يا ربي نعم الشيخ مرضي والديه. الله نعم 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 شفت يوم سأل الشيخ راشد الحمداني وقال خالد ليش هالمكان له؟ سألت أنا الوالدي ليش خالد الحين مطلع نجمك؟ قالت هذا مبار. اللهم لك الحمد. يعني هل يعني تأكد على شيء؟ إيه نعم. غير بر غير بر غير بر الوالدين لا تدور شيء. سبحان الله. هو النجاح. هو النجاح. يعطيك صلاحية دب الحياة. وحب الناس بر الوالدين. إيه نعم هذا هو. الله يحفظك. فيديو هذا ابوي. يلا بترك بلد يا معرس. نعم بترك بلد يا معرس. تعال ولد ان شاء الله ان شاء الله. والله انه ما شرفني. مستخول مستخول الريال على خواله ظاهر. محمد بن هلال بن دري القبيسي.
الملك تبارك لهم تطرح البركة في ذريتهم يا رب العالمين، تمم عليهم على خير برزجهم الذرية الصالحة. أكيد مساكم خير ونور وسرور وبهجة ورد منثور. أنا وين؟ أنا طالت عماركم في كارفور. كارفور وين منهن؟ كارفور اللي في شارع المطار وعند هالمعلم مؤسسة راشد الكندي التجارة، ست الكل محلات راشد، هذا فرع منهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايش حالك؟ الله يحييك. كيف انت؟ الله يحييك. بطاقتك التعريفية بالضبط راشد مصبح الكندي. والله مليون والنعم. الله يسلم. مليون والنعم ولا يسلم. الله يخليك. نحن وين الحين؟ هذا المكان شو؟ هذا المكان للعرب الصيحة، شو هذا؟ ليبرتي وليبرتي وليبرتي وليبرتي، العرب كلها تهابيبه، ونصير شرق ونصير غرب، صرنا لندن ليبرتي، جينا من لندن ليبرتي، شو تبوا من لندن ليبرتي، ليبرتي، شو مصبح؟ شو مشكلة ليبرتي؟ وشو اللي يميزه؟ وشو مشكلته؟ وشو علمه؟ وشو خبره؟ ليبرتي نحن هني الوكلاء الحصريين لوكلاء لأقمشة ليبرتي. نعم. ليبرتي مشهورين بالقطن. نعم. مشهورين بالقطن. ليبرتي ليبرتي اللي عندنا في لندن مو بصبح سطري ولا؟ نعم ليبرتي اللي في ريجنت ستريت في لندن. الأول المعروف المتعارف عليه. نعم. هم هذه لا أشهر شركة تصنع القطن. نعم. اللي كلن يصيحه ليبرتي. نعم. القطن الأصلي. انت لا تنسون هذا ليبرتي اللي دوما تصور عداله بناية ليبرتي علم احب اربيكم صورته. صبح نبع علوم ليبرتي تاريخه حياته وين يأ وين تنتع. ليبرتي شركة قديمة يعني صار لها يمكن 200 سنة في هذه في صناعة الأقطان. في صناعة الأقطان وفي الريتيل في المبيعات التجزئة. نعم. محلهم اللي في لندن قديم جدا. أتذكر كله كم سواه إلى كان يعني يمكن سنة 1800. سبحان الله. نعم. شو اللي يفرق الألوان والجنات جنس ليبرتي؟ شو اللي يميزه عن غيره؟ ليبرتي القطن مالهم يسمونه تانالون، الوحيدين هم. تانالون. تانالون. نعم. القطن هذا هم اللي متميزين فيه في صناعته. الوحيدين اللي هم يصنعون قطن التانالون. على هالأساس الروايات عندنا كلها هني هذا ليبرتي وليبرتي. نزيد. الحين مضمون. كيف؟ مضمون 20 سنة. رجع. يلا بعمر. نعم. 20 سنة ما يتغير لونه. سبحان الله. هاي النكشة. نعم صار له 100 سنة. سبحان الله. كم ماشي ليه اليوم عليها طلبة؟ هاي النكشة نعم هذا صار له 100 سنة. الحين والرسمات اللي عندكم الحين مال ليبرتي هاي صبح. هاي كلك شيء جديد. نعم. لكن من كل شيء كم لون يجي؟ من كل شيء نحن ننزل 10 ألوان ل 12 لون. يعني هذا منزلين منها 10 ألوان الحين بيجي منها 5 ألوان. هذه منزلين منها 9 ألوان الحين باقي منها 8 ألوان. اليوم هاي نازلة وخلصت. ومصبح يعني الكولكشن اللي في لندن ينزلون كولكشنات كل 6 شهور كل سنة كل. أنتوا ليش دوم عندكم؟ اللي أعرف والله سايرين محل ليبرتي جايبين كولكشن جديد كل 3 شهور كل 6 شهور، ليه شو الفرق؟ نحن ننزل هنا كولكشن كل شهر. ليش؟ في طلب كثير على القماش ليبرتي، فلذلك انتم ينزلوا لكم سايت روحه يعني. نعم. ديزاينات خاصه فينا. لكن من عندهم هم لكن النقشه خاص لكم انتم. نعم صحيح. ليبرتي شيء في الامارات ليبرتي حد عنده وكاله ليبرتي؟ لا نحن الوكلاء الوحيدين. الوكيل الحصري. نعم. ليبرتي في ابو ظبي وفي دبي. انتم وفي العين. نعم ما شاء الله. في الغربيه. كم لكم اخذين وكاله ليبرتي؟ 25 سنه تبارك يعني. وهذا اللي يحطوه بخاري ليبرتي وليبرتي وليبرتي معظم هذا تقليد. شوف انت. نعم. انتم ما عندكم ما حد يبيع لكم؟ لا ما حد يبيع لنا، بس في عندنا مصممات، في مصممات يشترون من عندنا. مصممات يشترون؟ ايه يشترون من عندنا. نعم نعم. وهاي الحين كلها ديزاينات جديده؟ كلها ديزاينات جديده. متى طايحات؟ صار لها سنه. واللي هني اللي تحت؟ اليوم هذا نازل. ها؟ هذا اليوم نازل. ما شاء الله. ما زين لهاي الارضيه هالليموني. يا سلام سلم.
اللي يطرون بكا زوة بكا زوة، ترى هذا بكا زوة اللي يصيحون العرب بكا زوة، ها هذا بكا زوة، هاللون البطيخي بعد العرب اللي يصيح بكا زوة، هذا بكا زوة وهذا بعد. كم لون هاي جاي من بكا زوة؟ هذا هني ها لون، وهاللون الغاوي دا استنى تحت. أيوة واحد. في عندنا بعد حرير تي حرير، صنعون حرير وصنعون بطن. نعم وهذا أشهر تصميم بالنسبة للحرير، هذا اللي هو الطاووس، هذا أشهر شيء، أشهر تصميم في ليبرتي اللي هو الطاووس. وهذا أي من الألوان؟ نعم أي من الألوان. هذا الحرير ليبرتي. نعم شيفون. حرير وشيفون، شيء حرير وشيء شيفون. في الليبرتي من غيره؟ من الملمس. ملمس الليبرتي في نعومة مش موجودة في الأقمشة الثانية. يعني ملمسه مثل الحرير. سبحان الله. هو قطن لكن ملمس التحرى حرير. ترى كل حد يعرف الليبرتي، ما بشيء جديد يعني. الناس كلها تعرف الليبرتي. غير أنا حبيت إني أطري للعرب وارويهم شو هو الليبرتي وشو تصنيعه وشو بلاده وين يا شو مصدره ومنو لي عامل الليبرتي، وإن نوقف العرب أن شيء ليبرتي في السوق لكن تقليد، الليبرتي الأصلي عند الوكيل مثل أي قطع نادرة ويكون حقيقية تلقطها عند الوكالة، ما تلقط سيارة الفلانية عند الفلانيين اللي من غير، لا إن حد ياب هذاك يكون شيء ما عليه ضمان او انه ما بظاهر من 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 بلاده. دور الوحده الحرمه كم متر؟ 3 متر. 3 الحرمه العاديه مال متينة ممكن بعد. في اجناس وايده البرتي، اجناس وايده ما شاء الله تبارك الرحمن، لك نوع ولك نكشة ولك أرضية ولك شيرة ولك شيء ولك شياته، والحراير هناك عاد عد واغلط. وهذا شو حين بعد النكسة من الزلاء وين من هن؟ هاي حرير؟ هاي من أشهر النكشات اللي تابع الليبرتي حرير. اي من هالشيفون ولا بس حرير؟ لا اي شيفون وهي قطن بعد بعد لا. بس تخلص بسرعه كل ما اي والله ما زينها، يسمونها كلاسيكي، يسمون التصميم ما يسمونه كلاسيكي. وايد جميله هاي، كل شيء في طاووسي غادي جميل ترى. الاصلي 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 اصلي هم مشهورين بالطاووس. وهاي اللي شو هذا مغربي، هذا كله قطن ليبرتي. نعم ها كله قطن، كله قطن. ومغربي وين تخدمونه؟ في المغرب، تودونه ليل المغرب. نعم يخدمون الخدمة. هاي شو اسمها؟ هذه يسمونها رندة. رندة هاي بعد بكا زوة، هاي الخدمة يسمونها رندة. افتح واحدة الله يخليه، هاي واحدة شو الألوان مجملها. واللي من هن يعني تبع على القياس تود الخياط وروح يخيط، وفتحة الجيب يعني في فرق بينها ولا كلهم واحد؟ كل واحدة لها قياس. والقياس كيف ينقاس؟ شيء في شيء تسعة في 8، شيء تسعة في 10، على حسب. 6 في 7 متوفر. أيوه. كل المقاسات حلج. وايد سهل عليها كيف يعني؟ ينحص لنا جاهز. هي نعم بعيدة خيار. هي نعم هي اللي مطر اسمه المغرب 5 ها تاخذها الشهر في الخدمة. نعم وحين اي هي لكن الحين بيون يلقطون زاهر صح، يكون الخياط على طول خياط على جهة هي ما تجلس خدمه وتجلس تتريا ولا تدرك بي ولا تعرف انه بيعدل مايل هذا شوفت عينك ها ما في الحاضر مدح فنان مازين للفواتح وماشين للغوامج. يا سلام سلم
اي والله. صبر 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 ابوي. طيب على ساعة. مسيك بالخير يا العين، مسيك بالخير يا دار الزيت. والله كله زين، كله زين شغلكم. تبون مخيوط مخلوم لكن يبغى له خياطه، كل وحده ابوي عاد حسب قياسه، شيء حق صغار؟ نعم في. نفس هذا نفس الشيء، وين موجود مال صغار؟ وينهن؟ مال بيبي شيء؟ هناك. بنيات فور ليد فور جيلز؟ ما بنيات صغار. 12 ها؟ اي يعني مال حريم عباره. ثمان وعشر وثمان ما زين هذه من عندها. شو حين اللي هني هذا عبارة هاي ملابس بعد أطفال سويت من لبرتي كله بمال بنيات صغار كله بمال بنات صغار الله هاي نفنوف اي والله أجناس صوف الحين عندكم هاي عبارة عن شو؟ صوف رجالي أغمشة صوف بعد إنجليزي؟ لا بعد ليبرتي ولا شو؟ لا شركة ثانية كان كله صوف هاي الحين صوف شرات الحرير نعم خفيفة وايد يا ما نعمل له بقعها مع كشمير والله نعم شيء الغريب شيء الوان شيء مخطط اي والله هكم 100% قطن ولا مية. ولا 100% صوف لا 100% صوف ما فيهن قطن سوبر 120 هذا في سوبر 120 وفي سوبر 150 هذا سوبر 150 صوف كامل نعم سوبر 150 وول مع كشمير ايوه والوان والله مميزه ثلاث الوان عندهم وكله صوف صوف انجليزي رقم واحد صبح سمعنا عن خدمه عندكم مميزه عبارة عن شو هالخدمة؟ خدمة السيارة المتحركة محل متحرك. عبارة عن شو؟ هذا نحن سمعنا عن وايد الأشياء. عبارة عن سيارة سيارة محل. محل متحرك. ليبرتي متحرك. نعم. نروح نشوفها. ما بلازم التلين هني اللي ممكن أمها متعايزة ولا ما بصويحية ولا ما ولا عايزانة ما فيها على الرغد ولا فيها على زحمة السيايير. تليفون أبوي تيكم سيارة. برسم الخدمة لين المكان كلها ليبرتي ما بليلام خبي خمام السوق لا ليبرتي على بطنه وظهره ست الكل بوتيك للأقمشة فكرة مميزة وجميلة فكرة ما توقع حد في الدنيا العودة سوى شراتة يعني بوتيك متنقل أيك لين مكانك وتختار الأجناس ورقع ها للي يتعايزن ها تحت الدرج اقطع مقطعات وزهبات تحيدون شوكة وترتيبه هن السلام عليكم سلام How are you What's your good name Oriental Yes Arian from ما شاء الله from ست ست الكل قولي لي يعني نرجع بغيتوا خلاقين قطع مقطعات وزهبات قطع بقطعته هذا ها لجناس كواويد اشكال ورناق بغيت ابوي مخاوير زهبات مخدوم الخدمه المغربيه بتحيدون هالمرغوبه شيء بالطلب وشيء حسب الموجود وحسب الجود من الموجود اللي موجود على العرض وشيء اللي مثلا تتنقى خلاجين وتتنقى قطيعاته من قطن ومن حرير تبى دقه الفلانيه تبى اعرض تبى اقب تبى اغلب كل شيء بالطلب يستوي لكن يبقى له صبر هبل تستوي الطلب تحرن موجود لا هذا الموجود الستاندر هل تشوف واللي يبقى لون غريب مثلا ولا عجيب ولا ما شيء شو هذا مزري ايوه طب مزري بعد شيء عندهم بعد وين هذه ساعة
السيارة هاي المتنقلة عبارة كل شيء فيها، عندهم طبج المزري ما الراميش، عندهم الصفوة، عندهم المخروز، عندهم يقول الأولي وبتش. خدمة مميزة وايد جميلة، الخدمة مميزة وجميلة، يعني بكل ما تعني الكلمة من معنى. أبو مصبح رواعي دلمة، رواعي غياثي المدينة، أما محلات متوفرة عندنا، محلاتنا متوفرة هناك. شيء محلات لكم ها؟ نعم، والتوصيل بعد موجود. لا بضبط في المثال يبون سيارة متناقلة. صعب والله نوصل لندلمة، بس المناطق الوثب سويحان السمحة المناطق اللي قريبة منا نقدر نوصلهم. العين بعد توصل السيارة رغم أن عندنا محل هناك. ضبط في المثال يعني حد من رواع العين يقول نعم. والله نحن ما نبي. يوصل توصل السيارة. سيارة توصل. نعم. زين هاي أخبار جميلة ومميزة بعد. وين بسالين حيله؟ Where are you going? I'm going to Banyas to customer. Bad. Yes, after to Hanifa A and Yeah, thank you. Thank you. Allah يحفظكم. والله فكرة وايد مميزة وجميلة وفكرة يعني وايد عيبتني. يعني قلت في خاطري بتنفع هالدار الحريم اللي في بيوتن. يعني اللي بدا ما يتعذبان ويحد يصير ياخذ لهن شيء يوز ولا شيء ما يوز، هاي السيارة توصل برسم الخدمة. شيء وايد جميل. وليبرتي غرامهن رواعي الدار، غرام بيموتن على الليبرتي. وها وليبرتي بوي اصلي من البكيل بكبره، هذا وها قدامكن. جزاك الله خير، مشكور ابو محمد. الله لا خلا انا منكم يعلى الله، ان شاء الله يعطيك على قد نيك. انتم ناس فنانين وخيار والحمد لله ما يمكم الا كل زين. وهذا فكرتكم انتم ان ما تخلون الامهات يتعذبن ولا يجلن على حد يبن بيوز لنا ولا ما بيوز. لا هاي سياره ابوي تنتظر لين عينها وتصير، كان بيت ولا بيت علان ولا فلان ولا زيد ولا عبيد، اي مكان كان اللي بتتعايز محل ست الكل وكيل ليبرتي اللي في كارفور شارع المطار، تتصل ابوي على الارقام اللي حطيناها لها وبتيها ابوي السياره برسم الخدمه. شايف الخاطر؟ شكرا جزاك الله خير. الله يحفظك، تسلم لاخوك. مرحبا، تحرون مكان فيه نفر مفرين وعشرها هالممزور المكان لين عينه، شوفوهن لين عينه ممزور، قص ما تقص ها شوفوهن، ما شاء الله عليه، الله يحفظهن. ما رب تصور من فوق ياكلوا لي كبدي. ها يبا اقولكم ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم هي لبيس، قص ما تقص ايها مارو، ما سيب الكاميرا منك مارو، ما صورها. الخراجين الأصلية اللي برتي الأصلي متواجد أبوي في أبوظبي، ما يحتاج أبوي العرب. حتى اليوم بيكون شيء جنس مش موجود جنس لون منهن، الألوان من الألوان الجناس اللي تتبونهن يطلبونه من أي محل من أي إمارة، حتى اللي يكون موجود في خارج الدولة من لندن يطلبونه ويوصل خلال أيام معدودة أو يمكن يومين ثلاثة بالكثير، توصل طلبية بالألوان بلون الأرضية والأشيارة اللي تبونها كل يوصل بالطلب باللون، أي شيء ينبغى من ليبرتي ينطلب من الوكيل، ما يبونه من شرق ولا مغرب، لا من الوكيل بورقته بشهادته بعلمه بخبره وضمان 20 سنة، لا يقفط لا يعول لا يبهت لونه لا يتقرمط لا شياته، رقم واحد. كانهم معروف من سنين، الله المكان معروف ولا يباله حد يعرف غير نحن. بغينا نخبر انا من باب الفضول اللي فيه، انا احب اعرف الشيء الاولي وين يوجد، والشغل الفنان المميز وين يكون موقعه. ف
فكل شيء مميز بظهركم اياه. ما اظهرت لكم انا اخمام السوق من شرق ومن غرب، اظهرت لكم الشيء الفنان اللي ما حد عنده شراته. منو يهقى انه احسن اجناس لبرتي موجوده عندنا، حتى اللي مش موجوده في لندن يطلبونها بالطلب بخصوص حق الامارات. اللهم لك الحمد. السلام عليكم. بعد ناقمتني بلاها ما ادري وليش ما تبي تكلميني. يا ربي يا الوغاد يا الوغاد. اي هاي كم ها ماخذ ابوي وغاد تلم. الله يحفظها. السلام عليكم. والله ابوي لا حياته من لمن تنادي ابن عمك اصبخ. شو اسمها؟ هند. هنوده سلام عليك. ايه اقول لك هنوده هي هنوده. السلام عليكم. في المارينا، مارينا البطيء، وعازمني هلال بن محمد. عازمني هلال بن محمد القبيسي، هو مع ابو خالد في المطعم اللي على اليسار، هذا اللي بني ورا بيت قوم راشد بالحر، الطرف هذا وين البحر ما اعرف شو اسمه، في البارك العود هذا الطرف هذا. هي وبسير اتعشى وياهم. فقلت له انت وين؟ قلت انت وين؟ خلصت ابوي شغلي مال البرتي. قال عند رياك على العشاء. يلا شوركم وهداية الله. انا ما جديت هالمكان الا ما شاء الله يميع الزحمه فيه. زحمه يعني زحمه رقم واحد. زحمه وعالمي ساير وياي حركه. المكان يريف يريف المكان. خلص عاده خلص. مرحبا وسهلا. ترى ابوي موجه فرونسيد هالرجال. واللي وجهه فرونسيد ابوي هل بالشرطه خالفوهم هاينا. هذا الرجال وهذا ربيع. اثنين اتم هذا ميامل على الثاني. الحين يلا بصور لو اسير. لا انا بصور. خلص عاده. حاضرين بعد. اي بسلفي هو. اخلص الغليظ. الوالده على الخط. تكذب. احلف ان الوالده. يكذب. معذبه. يلا مغلبك. يالله عاد الحين موقف في الشارع. شوف موتر اشوف. خلص عاده. اصبر زين عينك يا اخويا. يلا لا حول الله. مرحبا. كيف الحال؟ كيف بخير؟ هالرجال منو؟ ابوي ترى شدوا يا الشرطه، ترى هذا معرقل السير، هذا رقم سيارته ها، وهذاك نمو انت معرقلين السير. يلا ابوي خلص بارك. حي الله. والله بدي مرحبا بك منور. الله يسلمك. نورت. اي الهرنات عوادم سير سويت زحمه. يلا ابوي شيخ الله يحفظك. زين يلا سلام عليكم. قول والله ما تبي تظهر حراي بيض. ما بصور ما اصور اصور روحنا. كيف حالك؟ الله يعافيك. كيف انت؟ بخير. ربيعك ما يبغى يظهر. ليش؟ لا معروف هذا راعي دبي. راعي دبي. اي نعم. ما بي عندي ما بي يد حيله. يلا ترى طايح يس التليفون. جات عادة يقولون لدروسه فرق. دروسه فرق؟ لدروسه فرق. يكون سعيد. ان شاء الله يا رب. انا سعيدة. الحمد لله تستاهلي. الله يخليك. اللي يطلب لنا الله يحفظكم هلال. وهلال يتشاور ويا الحبيب هذا. ستيك محمد اللي هو لو قرطاس اليوم باكل. وين ستيك؟ وين شيبس؟ نو وذاوت شيبس. وذاوت شيبس. وذاوت شيبس. ذا سايد. ذا سايد. ذا سايد. ايه. يا سبع. اوكي. هاو ود لايك ات دان؟ ميديوم ويل. ميديوم ويل. يا ميديوم. ميديوم اوكي. ميديوم. اوكي. ابوت بيكولو ذات يوز؟ لا اتس اوكي. اند اي وونت ادي كوميد انذر. أحلى؟ ليش؟ شو اسمه محمد؟ صورك. ليش يعني؟ ما يبغى تصوير؟ طب على هو عاد صورته الحين لو بيظهر ابوي من قبره ما شليته، اشرب كل شيء. ماي ويا ريال يدوخ مدوخ في مطعم ممنوع ابوي. ممنوع ابوي مخالف للقانون قوانين. ترى ابوي ها ريال يدوخ مدوخ وانحياسي في مطعم. اللهم اني بلغت. اي نعم. ياتينا الطاولة مطولها اليوم. اي والله. الرجال اسمه بخيت بن حريص ربيع ابويا ابو خالد. محمد الحين هالرجال منو؟ بخيت بن حريص. هي والله والنعم. نعم بحالك. بخيت وين تشتغل انت؟ شو علمك؟ لا 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 وين تشتغل؟ لا تخبرني. لا 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 نحن قلنا لا ما يخص وين تشتغل. شو موضوعك انت؟ شو علمك؟ شو خبرك؟ واسمك بخيت؟ هنا بخيت. انت من هالوين؟ من هالعيد.
العين وبخيت وبخيت البخت انا البخت حظ ابشر بالحظ الله يسعد حظك هالاسم اسمك بخيت من العين ومناسب هالبو ظبي شو نسوي من قبل اللعب من بالاحدان شياك بالعيال ايه الحمد لله الخير تستاهل تستاهل عمرك. ربهم استخبروا اوه على طول الحمد لله الله برم عليهم الجبيسات اللهم لك الحمد تستاهل ايه برم عليهم كيف يعني ابو محمد ليش يعني ليش تدعينا مستخبروا استخبروا اسبي شابهم خوالهم شو رايك انت هبا خيار يوم شابها وخوالهم لا لا زين اي والله لا والله بيطيحون والله لا هم النعم النعم نحن ما نطري ايه يعني توقفون اللود